كل شي تمام تفضلي مدام. البوبو منيح حكي زل عين المدام بأول شهر السابع وقياس البوبو كأنه بالشهر التاسع يغزل عين. وانت بولد دكتور؟ بتولدي؟ اها حسب الرزنام اذا شخطنا هولي مثل ما لقنا بحشنا مهولي. بتولدي عيد السيدي؟ عيد السيدة؟ ايه بعد 3 أسابيع. كيف يا دكتور؟ بكون بعد ما خلصت السابع معقول؟ يا ربي دخلك. حكيم بوشيل بوبو؟ لا 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 كل شي طبيعي بس رح يشرف على عيد السيدة. مساء الخير زيد حكيم؟ ايه ما بده يجي البوبو شو نسيته؟ حتى من برا بلشوا عم تسمعوا فرقع صح فرقع العيد او فرقع كل عيد او كل ماتش فوتبول او باسكت او كل خطاب زعيم. صار لي فترة ما بولد نسوان الا على الفرقاع، فرقاع المناسبات والاعياد، وقلبت متى اللبناني جديد بيقول بيجوا الاعياد وبيجوا الاولاد.